أهلا بكم مشاهدينا في اتجاهات الصحافة، ونتابع في حلقة اليوم. انقسامات تضع ليبيا بين الحرب والسلم. داعش وموقف الغرب من توسعه في ليبيا. بنغازي شرارة الثورة تعيش أسوأ أزماتها. أرحب بضيف حلقة هذا اليوم عبر سكايب من اسطنبول، الكاتب الصحفي آدم رقيق. أهلا وسهلا بك. باتت الانقسامات الداخلية بين أطراف الصراع الليبي تثير مخاوف المراقبين من أن تؤدي إلى فشل الحوار وصولا إلى مشهد معقد يكون الخاسر الأول فيه المواطن الليبي، لا سيما في ظل غياب ثقافة الاختلاف وقبول الآخر، حيث يحذر البعض من الفراغ السياسي الذي ستسببه إطالة مدة الحوار واستغلال هذا الانقسام من قبل التنظيمات المتشددة وعلى رأسها ما يعرف بتنظيم الدولة. ذكر الكاتب الصحفي الليبي إسماعيل جريتلي في مقال نشره المرصد الليبي للإعلام أن المتابع لما يحدث داخل معسكري النزاع في ليبيا يلاحظ وجود انقسام داخلي في المعسكرين بين مؤيد لاستمرار الحرب وداعم للعودة إلى الخيارات السلمية في إدارة النزاعات أو حتى الصراعات. وقال الجريتلي في مقاله إن هذا يشير إلى أنه في حال استمر هذا الانقسام في المعسكرين ستكون ليبيا في طريقها لتدخل مشهداً يعاد تشكله من خلال التخندق وراء خيارات الحرب والقتال أو مسارات العودة إلى السلمية. وأوضح الجريتلي أن مجمل تصريحات من يسمون صقور المعسكرين تشير إلى أن كل منهم التحق بالحوار فقط لينتصر وحده وليس ليوجد مساومة عبر تفاوض مبني على نموذج حق الجميع في استمرار وجودهم مع اختلافهم الفكري والسياسي بل والديني. وخلص الجريتلي إلى القول إن معاناة السكان قد تستمر لفترة حتى يحدث تغيير مقصود في نماذج التفكير والتحليل، ينتقل بمن يقود ليبيا ويتصدر مشهدها إلى نموذج معرفي مختلف تماماً مؤسس على أصالة الاختلاف في كل مستوياته بما فيها المستويات الدينية. ذكرت الكاتبة فيفيان والت في مقال على موقع مجلة تايم الأمريكية أن وجهة نظر ليون تبدو متفائلة أكثر مما ينبغي، فقد صرح تحالف فجر ليبيا في بيان له أنه لن يقبل شروط السلام وأنه يعتقد أن الأمم المتحدة تريد أن تحول ليبيا إلى ديكتاتورية فاشية، ولا يبدو الطرف الآخر أقل تعنتا. وأكدت والت أن عدم التوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا يترك فراغا خطيرا في البلاد فضلاً عن استمرار وقوع هجمات في أماكن أخرى في المنطقة. ونقلت والت عن أحد المحللين قوله الحقيقة أنه كلما طال الحوار كلما استغل مقاتلو داعش الوضع الأمني في ليبيا أكثر. أستاذ رقيق، بداية الكاتب الصحفي إسماعيل جريتي تحدث عن انقسام داخلي في معسكري النزاع في ليبيا ويرى أنه في حال استمر هذا الانقسام ستدخل ليبيا مشهداً يعاد تشكيله، كيف تعلق على هذا الطرح؟ السلام عليكم. ما كتبه الأستاذ معين جريتي كان يعني وصف للحالة وصف جيد يعني ودقيق يعني. فالإشكالية التي تواجه ليبيا الآن إشكالية دعم بين الطرفين، والجميع يبحث على يعني أن يفوز لوحده. وهذه الإشكالية في الحوار، يعني إذا أتى اثنان للحوار أو للتصالح يبحث الإنسان أن يكون هما الاثنين منتصرين، لكن الإشكال الآن في ليبيا أن كل واحد يريد أن ينتصر لوحده ونسى كل يعني كل ونسى شريكه في الدولة. فهذا الإشكال قد يكون ناتج عن تعصب في أطراف الحوار، قد يكون ناتج عن الشخصيات المختارة في الحوار، قد يكون ناتج على الخلفيه الموجوده يعني قله الخبره السياسيه لدى الاطياف الليبيه بالعموم، فنتج عنها ان لا يرون للمستقبل. يعني مثلا عندما تاتي لتحاور شخص او تاتي لتبحث على حل لمشكله معينه يجب ان تضع نصب عينيك المستقبل القريب والمستقبل البعيد. فاذا وضعوا هؤلاء طرفين نزاع وضعوا امام عيونهم المستقبل القريب والمستقبل البعيد بالتأكيد لا يصل إلى حد.
أكبر إشكاليات في لبنان تواجه مسيرة الحل الذي عملها الذي يعني يشرف عليها برنارد ليون، أكبر إشكالية عدم جلوس الطرفين مع بعض. إلى الآن ما زال ليون هو العراق، يأتي إلى هؤلاء ويتحدث معهم ثم إلى الآخر عنهم، وهذه إشكالية في ثقافة المجتمع الليبي. فإذا لم يصل الحوار ويصل الاتفاق ويصل النقاش وجها لوجه، لأن الحلول الإصلاحية أو الحلول التوافقية تأتي عندما يكون الطرفين في نفس المكان. طيب الجريتلي قال ايضا استاذ رقيقة، الجريتلي قال ايضا ان من اسماهم الصقور لدى طرفين التحق بالحوار فقط لينتصر وحده. من جهتك كيف تصور مفهوم الحوار بالنسبة الى كل طرف؟ بالنسبة نعم يعني اوافق الاستاذ اسماعيل في هذا الطرح، لان بالاخص الاطراف الصقور اللي هم الاطراف التي تحمل سلاح في الطرفين او لها علاقه مباشره بمن يحمل السلاح، فهو يرى بنفسه بحكم التركيبه القبليه او التركيبه المجتمع الليبي، يرى بنفسه انه لديه قوه وهو يستطيع ان يتحصل على ما يريده بهذه القوه، فيريد ان يفرض اكبر قدر ممكن من الصلاحيات التي تاتي اليه، ونسى بالكامل يعني اي حل يكون وسط او اي حل يقوم به، بالاخص ان الاشكاليه التي نواجهها في ليبيا ان يعني ان كلاهما ليبيون، يعني فالامر مثلا يستشكل الان يعني كيف هؤلاء الناس يريدوا ان يقودوا ليبيا الى عراق ثاني، يريدوا ان يقودوا ليبيا الى صومال ثاني، يعني اين عقولهم؟ يبحثون على مصالح شخصيه او مصالح نعم. بعضهم يطلب مثلا تقاعد مبكر، وبعضهم يطلب، يعني تجد ان الاشياء التي تطلب مثلا وكانها مصالح فرديه اكثر من مصالح الوطن او مصالح المجتمع او مصالح الدوله، يعني غابت كل هذه المصطلحات وغابت كل هذه القيم في ظل وجود السلاح عند بعض الاطراف والطرفين، صقور في كل اتجاه الطرفين، ان يغلب المصلحة الشخصية أو المصلحة الآنية التي يراها من زاويته. نعم، طيب هل توافق الكاتب فيما خلص إليه من أن معاناة الليبيين قد تستمر حتى يحدث تغيير في نماذج التفكير والتحليل، ينتقل بمن يقود ليبيا إلى نموذج مؤسس على أصالة الاختلاف؟ نعم، وافق الأستاذ إسماعيل في ذلك، وأتخوف أن تكون أكثر، لأن يعني لدينا واقع واضح جدا، اذا لم نستعد به، اذا لم نستعد بالعراق، اذا لم نستعد بسوريا، اذا لم نستعد بالصومال، اذا لم نستعد باليمن، هذا النماذج يعني اذا لم نستعد بهؤلاء فيعني فلا عقول لنا كلا الطرفين. يعني يجب ان نجلس، اكبر اشكاليه الان تواجهنا مثلا ان الاطراف التي تقود الصراع كانت موجوده في المنظومه السابقه، يعني لديها اشكاليات قد تكون شخصية، قد تكون سياسية، قد تكون غيرها. الأصل الشخصيات التي تقود هذا الحوار يجب أن تكون بعيدة عن هذه الخلفيات التي أدت بنا إلى هذا الصراع. نعم. يعني لو أن مثلا كانوا شخصيات غير الشخصيات الموجودة لكان خفف هذا الاحتقان، لأن الاحتقان في بعض منه شخصي وبعض منه مثلا حزبي وبعض منهم سياسي، لكن في العموم الشخص أنا لها دور في معالجة الصراع. نعم، طيب الكاتبة فيفيان وال تقول إنه كلما طال الحوار كلما استغل مقاتلو داعش أو ما يعرف بتنظيم الدولة الوضع الأمني أكثر، إلى أي مدى توافق هذا الربط؟ نعم، وافق فيفيان بهذا، وليس داعش وحده، كلما طال الحوار كلما انتشرت العصابات الإجرامية، ما فيهم داعش، فداعش عصابة إجرامية ترفع قطار شعار الدين وليس لها اي منطق ديني مثلا، لكن في العموم يعني سيكثر الاجرام المقنن، العصابات، التهريب، هذه كلها كل ما اطيل مده الحوار، وهي وقد ذكرت ذلك من قبل، اطاله المرحله الانتقاليه هو الذي اوصلنا لهذا الاشكال. يعني نحن بدايه المؤتمر المجلس الوطني
أطال الإعلان الدستوري. نحن لسنا في حاجة لإطالة هذا الإعلان الدستوري، نحن في حاجة إلى تقصير مدة المرحلة الانتقالية لكي نلجأ لمرحلة مستقلة. ولكن يعني فوجئنا بأن مرحلة الدستور كانت طويلة جدا، يعني أكثر من سنة ونص، وهذا لا يليق. يعني الأفضل أن تكون كل ما نقصرها كل ما ننتقل إلى بر الأمان أسرع، لأن مرحلة عدم الاستقرار تثير الفوضى، تثير الخصومات، الجدل، وهو ما نحن فيه الآن. نعم، ننتقل إلى المحور الثاني للحديث عن استراتيجية ما يعرف بتنظيم الدولة وباقي المجموعات المسلحة في البلاد، ابقوا معنا. يرى محللون أن ما يعرف بتنظيم الدولة يعمل وفق استراتيجية توسعية ممنهجة عبر السيطرة على مواقع استراتيجية تساعد في تمويله على غرار المؤسسات النفطية في ليبيا. من جهة أخرى، تعرب دول غربية عن قلقها من انتشار هذه المجموعات في البلاد واستغلالها لحالة الفوضى فيها. في الوقت نفسه، تشير تقارير صحفية إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء تنامي وجود ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا لتبرير تدخلها في منطقة شمال أفريقيا بدعوى مكافحة الإرهاب. أشار موقع الآن تي في إلى رغبة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في التوسع والتمدد منذ سيطرته الخاطفة على مناطق شاسعة في العراق وسوريا العام الماضي، وظهر جليا في ليبيا حينما وجد التنظيم المتشدد موطئ قدم له في هذا البلد الهش أمنيا. وذكر الموقع أن الأغراض والأهداف السياسية التي يسعى التنظيم عبر عملياته إلى تحقيقها هي التمويل والانتشار وفرض السيطرة على مدن ذات طابع حيوي جغرافي وعسكري وسياسي، وهي على النحو الآتي: استهداف المواقع النفطية لأغراض التمويل، إيقاع أكبر ضرر أمني في المدن المهمة، إشاعة الاغتراب قرب المواقع الحكومية لإضعافها. ذكر موقع صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير بعنوان جنرال فرنسي التدخل في ليبيا وسؤال النجاعة أن قائد عملية برخان الفرنسية الجنرال جان بيير بلاسي أكد غياب أي وجود عسكري فرنسي جنوب ليبيا. وذكرت صحيفة لوموند أن بلاسي الذي يقود عملية برخان العسكرية الفرنسية منذ سنة في منطقة الساحل أكد أن منطقة جنوب ليبيا تبقى مصدر قلق أمني بالغ، مؤكدا أن من الممكن أن تتغير الأمور. الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تكون جزئية، وإذا لم يلاحقه في كل مكان سيبقى نشيطا، وفي جنوب ليبيا كل الاحتمالات واردة. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بخصوص إمكانية تحرك عملية برخان باتجاه ليبيا، أكد بلاسي في ندوة صحفية بمقر قاعدته بعاصمة النيجر نجامينا أن أي تحرك في ليبيا يجب أن يكون ناجعاً، وإذا تركنا جنوب ليبيا ملجأً للإرهابيين ستكون مكافحتنا للإرهاب محدودة التأثير. ذكر الموقع الفنزويلي الناطق بالإسبانية سنتر دي سابوريس أفريكانوس التابع لمركز البحوث الاستراتيجية حول إفريقيا أن تنامي وجود تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا تقف وراءه الولايات المتحدة من أجل تبرير تدخلها في منطقة شمال إفريقيا بدعوى مكافحة الإرهاب مثل ما تفعل في كل من سوريا والعراق. وأفاد الموقع الفنزويلي أنه بعد التدخل العسكري الغربي في 2011 في ليبيا للإطاحة بنظام معمر القذافي باتت البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وتحولت إلى ملاذ لعدد من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدا أن ما أصاب ليبيا من تفكك وانقسام تتحمل مسؤوليته القوى الغربية. أستاذ رقيق، بداية، إلى أي مدى تمكن سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة في العراق وسوريا من التوسع أكثر في ليبيا؟ إلى أي مدى توجه تنظيم الدولة في العراق وسوريا؟ توجه إلى بيانات كثيرة جدا أن يلجأ إلى التمركز في ليبيا حول درنة وسرت وبعض أماكن أخرى، وذلك ولقد بعض هؤلاء التنظيم لتنظيم داعش في ليبيا يقولون نحن نريد أن نعلن وجودنا في ليبيا بقوة حتى نخفف على إخواننا في العراق والشام، نخفف عليهم ضربات هو التحالف الأمريكية والتحالف الدولية.
وتجد انه كانه نوع من السذاجه او البساطه في التفكير، وهذا ما اقنعوهم به قادتهم يعني. لكن نعم. الاشكاليه ان فعلا في توجه مثل تنظيم الدوله في العراق والشام الى ان يتمركز في ليبيا بقوه وان يحتسب انصار في اكثر من منطقه وفي اكثر من جهه. لكن الحمد لله يعني تجربه دارنا في قضيه اقصاء التنظيم عن المدينه كانت تجربه رائده، ويحتاج ان يحتمي بها اغلب المدن التي تواجه هذا التيار المتطرف في قضيه الدعم الشعبي ودعم الاطراف المعتدله في نبذ هذا التطرف والتكفير او الميليشيات التي تدعي نفسها. نعم. أستاذ رقيق، موقع الآن تي في أشار إلى أغراض وأهداف التنظيم السياسية، هل توافقه الرأي؟ نعم، موافقه الرأي في بعض الأهداف للتنظيم السياسية، بالأخص في قضية السيطرة على أماكن النفط. وتوجد شبهة مثلا هنا الآن مثلا في قضية أن يجر التنظيم السيطرة على أماكن النفط في كل من سوريا والعراق والآن في ليبيا، لكي يجر الحرب الامريكيه او قوات التحالف الدولي لضرب هذا التنظيم ثم السيطره على هذه الاماكن الحساسه في المنطقه بالعموم، يعني المنطقه العربيه اكثر ما تملك هو البترول. فالتوجه او الاستراتيجيه التي تدعي اذا يعني قلنا بان امريكا وراء هذا كل شيء، انهم يلجؤون الان لسيطره التنظيم ثم محاربه التنظيم ثم السيطره على المواقع التي كان يسيطر عليها التنظيم بحجه انهم هم الذين استرجعوها. وهذا نعم. الاشكال يعني يتمركز حول ما مدى حرب النفط، يعني الحرب اساسا على النفط وليس على الانسان الذي هو يعني هو المكون الاساسي للدوله. طيب، عاد الحديث عن التحرك العسكري الفرنسي في الجنوب الليبي. قائد عملية برخان الفرنسية أكد غياب أي عملية فرنسية في الجنوب، ولكن هذه المنطقة تبقى مصدر قلق أمني لهم. ما المغزى من تركيز فرنسا على هذه المنطقة تحديدا؟ منطقة الجنوب بالعموم بالنسبة للجنوب الليبي وشمال تشاليا وشمال النيجر مناطق يعني غنية بثرواتها النفطية واليورانيوم والذهب وغيرها من الأشياء التي لم تكتشف إلى الآن، وهي مناطق شاسعه يعني كبيره جدا. فبالنسبه للغرب يعني يروا ان هذه الاماكن استراتيجيه يجب الا يعني يكون السيطره فيها لاي جهه اخرى حتى والجهات المحليه، يعني لا يرغبون حتى تسيطر عليها تشاد او تسيطر عليها ليبيا. وهذه من الامن القومي لكلا الدولتين او الدول المجاوره لنا في قضيه ان البحث عن الامن القومي او الامن المشترك مع الجيران في قضيه تامين هذه الاماكن وتأمين هذه الخيرات لأهلها أو لمن هم أحق بها. نعم. لكن الغرب ما زال ينظر بأن ما وراء هذه الرمال وما وراء يعني خيرات كثيرة يجب ألا نفرط فيها، وبحجة وجود هذه التنظيمات الإرهابية يعني مثل ما حدث في مالي خلقت الآن مثلا قاعدة عسكرية كبيرة جدا في شمال مالي، بالإضافة الآن يسعون رغم وجود قاعدة عسكرية في شمال تشاد لكن يسعون إلى قاعدة أخرى قد تكون في جنوب ليبيا للسيطرة على المنطقة، ثم بعد ما يسيطرون على المنطقة أمنيا يعني يستطيعون يفعلون أي شيء يرغبون فيه. نعم. طيب، هل توافق رأي الموقع الفنزويلي التابع لمركز البحوث الاستراتيجية حول أفريقيا بأن وجود ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا تقف وراءه الولايات المتحدة من أجل تبرير تدخلها في منطقة شمال أفريقيا بدعوى مكافحة الإرهاب؟ قد يكون في هذا التحديد جزء من الصحة، لكن طبعا يغيب عليهم عند الموقع الفنزويلي لديه بعض المعلومات الخاطئة، بالأخص عندما تكلم عن تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وتعارفه مع تنظيم الدولة، هذا غير صحيح. لكن الموقع الفنزويلي نقطة واحدة هي نقطة رغبة الأمريكان في التمركز في شمال أفريقيا. نعم، توجد رغبة شديدة وملحة لدخول أفريقيا، بالأخص أن الصراع في أفريقيا ما بين فرنسا وأمريكا موجود وتوتر في كثير من الدول، لكن تظل شمال أفريقيا بالأخص ليبيا، علاقة ليبيا بإيطاليا رغم ضعف إيطاليا الآن في المرحلة الأخيرة، لكن المشهد بالنسبة لليبيا قد يكون يختلف نوعا ما، لكن في العموم ما زالت نعم. أمريكا ترغب أن تكون لها موقع قدم في شمال أفريقيا. واضح. نعم. نعم أستاذ رقيق، نذهب إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا.
تشهد عاصمة الثورة الليبية بنغازي أزمة إنسانية وأمنية في ظل شبكات مسلحة دمرت جزءا كبيرا من بنيتها التحتية وموروثها الثقافي، وتسببت أيضا في نزوح الآلاف من سكانها، حيث يرى البعض أن ما تمر به بنغازي يعد من أسوأ أزماتها. بيّن الكاتب رامي موسى في مقال على موقع يو اس نيوز أن ليبيا تعيش حالياً انقساماً حاداً بين حكومتين متناحرتين في كل من طورق وطرابلس. وبالنسبة إلى بنغازي، كان العام الماضي هو الأسوأ، حيث دارت اشتباكات شبه يومية في الشوارع بين ميليشيات تتكون أساساً من مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة وداعش والثوار ضد الجيش الليبي التابع للحكومة الليبية في طبرق والميليشيات المتحالفة معه. وبيّن الكاتب أنه تم تدمير الكثير من المعالم في المدينة المعروفة بخليطها المعماري العجيب بين العربي والعثماني والإيطالي، وقد استولت الميليشيات على جامعة بنغازي وأرشيفها والمباني التابعة لها وحولوها إلى منطقة حرب. وأوضح الكاتب أنه قد غادر أكثر من خمس سكان بنغازي البالغ عددهم 630 ألفا منازلهم، وفر بعضهم إلى الخارج، ولجأ العدد الباقي إلى المناطق والمدن الليبية الأخرى أو إلى مخيمات مؤقتة في بنغازي، وقد تضاعف العدد الإجمالي للنازحين داخل ليبيا. أستاذ رقيق، بداية، كيف تعلق على الطرح الذي قاله الكاتب رامي موسى بأن الشبكات في بنغازي تتكون أساسا من مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة وداعش والثوار ضد الجيش التابع للحكومة في طبرق والكتائب المتحالفة معها؟ تمنيت لو الكاتب رامي بدأ بأن تكلم أن الاشتباكات تحدث ما بين ثوار مدينة بنغازي ومعهم جزء من تنظيم الدولة أو نقول بعض الجهات الأخرى التي لا نعرف مدى خلفيتها، قد تكون داعش، قد تكون جهات قاعدة، قد تكون جهات تكفيرية أخرى، لكن يوجد قد يكون يوجد بعض من الجهات المتطرفة في صف الثوار. لكن الان الصراع اصبح صراع اكبر اشكاليه، لان الاشكال يعني موجود بين طرفين، يجب ان يكون لا تستطيع بالنسبه للثوار بنغازي لا يستطيع ان يفتحوا اكثر من جبهه، بالاضافه الى كل من يقف ضد الدمار الذي يقوم بحفظ قوات حفظه، يعني يجب ان يكون بالنسبه لهم هذا هو الهدف الاول لازالته او طاحنه. نعم، طيب بالحديث عن يعني فكرة الدمار التي أشرت إليها، الكاتب تحدث عن تدمير الكثير من المعالم في المدينة، ناهيك عن جامعة بنغازي وأرشيفها وتحولهم إلى منطقة حرب، من الذي يسعى إلى تدمير كل ذلك؟ الذي يسعى للتدمير طبعاً عندنا الآن طيارين أو طرفين، طرف يستخدم الطيران ويستخدم الضرب العشوائي، وطرف ثاني يستخدم الأسلحة الخفيفة أو المتوسطة، فأيهما أكثر ضرراً؟ من يستخدم الدبابات ويستخدم الطيران عندما يضرب يكون أكثر ضرراً بالطبيعي، أما الذي يستخدم البنادق والأسلحة المتوسطة يكون أخف ضرراً. وكل ما حصل من الدمار، يعني الآن عندما نقارن من أكبر أيهما أكثر ضرراً، أكثر ضرراً من يستخدم الأسلحة الثقيلة، من الذي يستخدم الأسلحة الثقيلة؟ هو جيش الكرامة أو جيش حفتر. فبالمنطق مثلا يعني هذه لا تمر الا اذا كان شخص ساذج او لا يفهم يعني. فالعوده مثلا اضافه الى عندما يقول الكاتب ان الميليشيات ثورت على الجامعه وارشيف وارباني، كل ما وقع تحت ايدي الميليشيات كان في امان، حتى المتاجر يعني يذكرون كثير من الناس، انا قابلت كثير من التجار خرجوا من المناطق التي نعمل فيها في تحت الثوار، نشعر بالأمان، عدم السرقة، عدم التخريب، عدم الإضرار. نعم، وصلت فكرتك في هذه النقطة تحديداً أستاذ رقيق، اسمح لي، لماذا لا نلاحظ اهتمام الصحافة الدولية ولربما تحركات دولية أصلاً بشأن الوضع الإنساني، لا سيما نزوح أهالي مدينة بنغازي والمدن الأخرى إلى مخيمات مؤقتة وصعوبة الحياة هناك في ظل تصاعد الحرب؟ بالنسبة للمؤسسات الدولية، يعني توجد بعض المؤسسات التي تهتمت بهذا الموضوع، لكن يعني يوجد في داخل ليبيا كثير من اللجان التي تسعى، خاصة لجنة الأزمة في طرابلس، يعني
تعمل ليل نهار ولها شغل كبير جدا، استقبال النازحين، تأمين المنازل لهم، تأمين فرص العيش لهم، الإضافة إلى إمدادات، ترسل في إمدادات باستمرار إلى بنغازي وإلى مناطق أخرى. فلجنة الأزمة يعني ومع حكومة خليفة الأوين كانت، أو خليفة حكومة الحاشد الأوين كانت واقفة مع بنغازي وقوف، يعني كان لهم دعم قوي جدا ومؤثر بالنسبة للمنطقة. فأعتقد لا يحتاجوا يعني إلى مؤسسات دولية، قد تكون مؤسسات ثانية، يوجد من عرض تقارير دولية، ويوجد من أرسل بعض يعني بعض التقارير إلى الهيئة المتحدة وإلى الهيئات الحقوقية الدولية، كل هذه موجودة يعني بكثرة، لكن قد يكون غير مرئية وغير مسموعة مثلا بالنسبة لكثير من الصحف أو المؤسسات الثانية. نعم، أنا أشكرك ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب الصحفي آدم رقيق، شكرا جزيلا لك. وننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحية فريق البرنامج وتحية أنا علي نشوان، في أمان الله.